أسبوع جديد ومواضيع جديدة رح نتناولها بالتفاصيل، وأهم الإطلالة الخزيئة لنادين نجام بعيد ميلاد ابنها. ليش شكلت صدمة؟ أصالة تقبل يد فائق حسن والجمهور يتفاعل. دنيا بطمة ورش المصاري بالكبارهات، شو الوضع معه وشو التفاصيل؟ إضافة لتحول السيدة مروة راتب إلى هاكونا ماتاتا نسخة إفريقية، وأطلالات مهرجانات أسبوع الموضة في مصر، ومواضيع أخرى مثل العادة. ما رح فيكم تقفوا ولا موضوع، خليكم متابعين. أثارت الجدل بشكل كبير إطلالة نادين نجام بالصور يلي نشرتها بعيد ميلاد ابنها، مثل ما عم بتشوف الصور طالعة بالعيد بالصدرية. من بعد ما شفنا هودي الصور ضعنا إذا هيدا تاريخ عيد ميلاد ابنها ولا تاريخ اليوم الفاطمته. ما عم بفهم يا أختي ليش طالعة بهيدا الموديل؟ معقولة كمان بكرة التاريخ اللي نضف فيه وبطل يلبس حفاض وصار يلبس كلسون، معقولة تطلعي لنا بالكلسون يعني احتفالا بالمناسبة؟ شي كتير يا عمي مش عم نفهم. انت ما يعني نادين نجام ناسي انه هي نجمة عربية، بطلت نجمة لبنانية فقط، ما فيها تتصرف على اساس ثقافة بلد واحد. انت نجمة لمختلف الدول، امك من تونس وبيك من لبنان وكل العالم عم بتتابعك، احترموا شوي هيدا الجمهور. ما بيأثر إذا جبتوا شقفة قماش شوي غطينا نتفي هون وغطينا نتفي هون ولبسنا الملابس المناسبة بالمكان المناسب، لأنه إطلالة جدا وقحة وغير مناسبة لمسيرتك الفنية. آخر فترة في كتير تخبيص. دنيا بطمة تثير الجدل مجددا من بعد ما انتشر فيديو من احد حفلاتها اثناء قيام احد الاشخاص برش المصاري عليها. خلينا نشوف كيف تصرفت. مبسوطة ومكيفة وعم بتعدله، سبحان الله العدالة الإلهية. يعني صحيح لهلأ بعدك زامطة من قضية حمزة مومبيبي وشكله عملته تسوية من تحت التبن وطلعت الموضوع بأختك وانت دايرة بالحفلات، بس العدالة الإلهية تأخذ مجراها. يعني الست دنيا بطمة من عرب ايدل الى كباري ايدل، لازم من بعد هيدي الشوفات يلي عم نشوفها ما تعودي فنانة منفردة، لازم تعملي فرقة وتسميها فرقة حسب الله للزفة واستغفر الله. تحت الأرض ريتك آخر فترة ما منشوفك غير شرشحة بشرشحة، ساعة واحد بالحفل بيجي وبيفقعها من هون، ساعة تنورتها شبر ونص وبيصوروها من تحت، ساعة بيجي وحركات شي هشك شي بشك. يعني يا محلى مطربة هيدي كلب ماكو، وهديك التانية كمان من بيت السواس، يعني حطيتيلن 100 بحصة بمستوى الانحطاط يلي عم توصلي له. روحي تعلمي الرقي من نجوى كرم لما مرة طلعت على المسرح، هديك فنانة مطربة عندها صوت عندها هيبة، اجا واحد عم بيرش عليها مصاري كحتته تحتته، مسحت بكرامته الارض بينما انت مكيفه ويلا، وهالفلوس بالاخر بتطلع لصاحب الكباريه وبيطلع لك عنا نسبه مئويه. فعلا نهايه محزنه جدا لتاريخ دنيا بطمه الفنيه. نو شانس، ما في شانس ابدا. نشرت الفنانه اصاله على موقع انستغرام صوره تجمعها بزوجها فائق حسن وعم بتبسلو ايده. يعني شكلها الست اصالة كتير متأثرة بالمسلسلات تبع البيئة الشامية، عم بتقلد ام عصام من مسلسل باب الحارة.
شكلها أصالة ما تعلمت من تجاربها السابقة. بتحبي نذكرك بزوجك طارق العريان، قديش طلعتي معه على التلفزيون وتغزلتي فيه بالفانيلا وبالكلسون، وبالآخر جات وحدة صبية قالت له هاي يا عريان، كان لابس صار عريان، وهلأ لحوا معه بالواقع. خلص تعلموا، تعلموا من تجاربكم السابقة، لشو تجي تمجدي وتعملي وعلاقتنا واو. في هرمونات بالطبيعة البشرية، يعني أغلبية الشباب إذا جات وحدة حلوة وقالت له بعمل لك مساج دغري بالسخسخ، بينسى عنده مزوج، بينسى كل تاريخه العائلي، ما بيعود بيعرف شيء. فتعلمي من مشان العالم ما تشمت فيكي، ما تقعدي تمجدي وتعظمي واو انا مبسوطه بحياتي، ما بتعرفي امتى بيقلب الدهر عليكي. كمان لا تنسي زوجك كان مزوج وبعدين قلب على مرته واخذك، يعني انت كمان اخدي واحد مزوج من قبل، وانت كمان عندك ثلاث اربع تجارب فاشله قبل، فمنا محرزه ومنا لابقه بقى هيدي الحركات لعمرك وتاريخك الفني. نو شانس، ما في تشانس ابدا. نشرت الممثله اللبنانيه ستيفاني صليبا فيديو لها عم تعمل فيه تحدي، وقال هيدا اول تحدي بتعمله، خلينا نشوف. يعني كنت عم بقرا من كم يوم على الجرايد عم بيقولوا انه راجع فيروس جنون البقر، قلت لا يا عمي ما معقول، يمكن عم بخوفونا. لحد ما شفت فيديو ستيفاني صليبا قلت اكيد رجع فيروس جنون البقر، ولا تحت الارض ريتك شو مستفزه، ويا ريت عشي، يعني يا ريت في موهبه عن جد الواحد يحكي فيها. شكلك اكله فسيخ بنكهه لحم البقر قبل بيومين وصار عندك حساسية، لأنه هيدا الشيء اللي عم نشوفه منه معقول. أول شيء التياب اللي لابستيها ما شاء الله هوت كوتور، هوت كوتور هربانة من مهرجان السيرك، أما الرأس فحدث بلا حرج، مثل اللي كان عم بيقطف تين وحلقس من حليب التين وعم بيحك من الحساسية. ما في موهبة، ما في عشو، ما أنت ممثلة وماشي حالك على أساس صحيح نص المسلسلات نسب مشاهدة واطي، بس انه يمكن السكريبت اللي عم يعطوك اياه منه لابق او منه قوي، فخلص خليكي بالتمثيل. شو بدك بال وعظام وعم بتهز وخلص، ايش بدك بهالموضوع منه لابق لي. ولي تحت الارض ريتك جرسينا. نشرت زوجة تامر حسني بسمة بوسيل على موقع انستغرام بوست كتبت فيه: زهقت من الخيانة والكذب، عديت كتير بس مش لدرجة أهلي، ونحن زهقنا أكتر منك، منك ومنه، ولي تحت الأرض ريتك. شو هذا؟ شو هذا يا عمي؟ كل يومين ثلاثة بتنفصلي وبتعملي له انفولو عن الانستغرام؟ يعني بدنا نفهم، يعني يا بدك تكوني جدية بالموضوع يا قاعدة بالبيت. كل مرة بتروح بتحرد وبتزعل بتعمل له انفولو، بتكتب بوست على الانستغرام، وتاني يوم بمواقع كلها انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل. مثل الجارة اللي بتكون عند جارتها وبدها تطلع من البيت لتروح تحرك الطبخة وبتفتح حديث على الباب، لا بدها تروح ولا بدها تفوت. بدنا نفهم يعني شو وضعك يا اختي، بدك تفوتي ولا بدك تروحي؟ خلص ما نو ماشي حالك انت وزوجك، وما بقى فيك تتحملي خياناته لإلك. اعطيه هدية كادو لجليلة، ما هي بتقول جليلة انه انت خبتي منها، فيلا رجعي رجعي لها وعيشي مع اولادك وخدي نفقة. بس ما معقولة كل يومين وثلاثة يعني تجرنا، نحنا ما بقى نصدق كل يومين وثلاثة تفقعين لنا خيانة وكذب وحردانة عند اهلها وما بدها ترجع. بيرجع بعد يومين ما منلاقيها الا عم ترقص معه بالحفلة ولح وعمحن وحركات. ولي تحت الارض ريتك جرسينا. ترند الاسبوع وترند الموسم كان هالفيديو للديناصورة المنقرضة
مروه راتب، كلكم بعتوا لي واكيد مش ممكن ما احكي عنه وقت نواله بهيدي الحلقه. خلينا نشوف هاكونا ماتاتا مروه راتب. هاكونا ماتاتا، ما عرفتوني انا منو؟ انا مروه راتب الافريقيه فاتنه الفاتنات، انا اللي يغارون مني كل البنات، انا اللي يحقدون علي ويقلدوني كل الحسودات، انا مروه راتب اللي اسرت قلوب الناس في جميع القارات، انا اللي حاولوا يكسروني وشبهوني بالمزهريات بس ما زادني الا اني ازهر بالوان ونبات، انا مروه راتب اللي راح تخلي باكر كل البنات صابغات، لكن تبقى مروه راتب وحده، مروه راتب اجمل الشوكولاتات والحلويات. هاكونا ماتاتا، هاكونا ماتاتا، هاكونا ماتاتا، يقطعوا فخاضك ويقلوهن بطاطا، ولي تحت الارض ريتك شو مستفزه، شو عم بتحسي انت وعم تعملي؟ لا وعم تسألنا إذا عرفتوني؟ لا حبيبتي ما عرفناكي أبدا، من فخاضك منك معروفة أبدا أبدا، حتى وكالة الناسا بآخر دراسة لها كانت عم بتقول إنه بالصور الأقمار الاصطناعية ببين شغلتين على وجه الأرض، صور الصين العظيم وفخاض مروة راتب، علامة فارقة من وكالة الناسا عم يعرفوكي بالفخاض الإكسترا إكسترا إكسترا لارج، يعني أبدا منك معروفة حبيبتي، ضروري تروحي عند حكيم نفس. يعني صار الموضوع تو ماتش، مش عم نفهم شو لوين بدك توصلي بعد؟ لوين؟ ساعة بتعملي حالك مشعوذة، ساعة افريقية، ساعة موديل، ساعة حمار الزيبرا، شو لوين بدك توصلي؟ شو عم تعملي؟ انت كنت ممثلة، كنت بتمثلي وتمثيلك حلو وحضرت لك مشاهد من مسلسلاتك، والله شاطرة بالموضوع، بس اخرتها هيك طلعتي لي وهالهبل كله على سناب شات ما رح يوصلك لمحل. اعملي مسلسل كوميدي بليق بهيدي الموهبة اللي عندك، واول شيء باعي هالفخاض اللي حطتيهم كرمال المزيد والمزيد من الشهرة. ولي تحت الارض ريتك جرسينا. انتشر فيديو للفنان مروان خوري يجمعه بخطيبته، خلينا نشوف الفيديو بطريقة سريعة ونعود للتعليق على هيدا الموضوع. يعني أنا بتذكر من أنا عمري 5 و6 سنين وبيقولوا إنه مروان خوري خاطب، وكل سنة بشيك على الانستغرام بشوف فيديوهات وصور وشوف كل المواقع مروان خوري مع خطيبته، مروان خوري مع خطيبته. يا خي امتى ناوي تتجوز؟ تجرنا كل، يعني لو مشروع صيانة الاوتوستراد للدولة وشق هذا تبع اسطر المجارير كان خلص وانت مشروع خطوبتك ما خلص، معقولة هالمخلوقة بكرة وامتى بتتجوزوا؟ بالجبانة بدفن الموتى؟ شو ناطرين يا خي؟ جرت انا وشوف ونقل بالاخبار كل اسبوع اسبوعين مروان خوري برفقة خطيبته، لح شو تفوتوا بكتاب التاريخ باطول مدة خطبة بتاريخ البشرية؟ ما معقول هيك، يا الا للمخلوقة ما بدك اياها وروح كمل تلحين واغاني وعادي، يعني مش ضروري تتجوز، يا تجوزها وريحنا بقى. ولي تحت الارض ريتك جرسينا. خلينا نشوف إطلالة الفنانة أنغام بأحدث إطلالة لها بحفلتها. أول مرة بنتقد تياب أنغام، عادة بتعرف تلبس، بس هالمرة ما حبيت أبدا إطلالتها، عاملة مثل الصخرة المعلقة عليها صدف وصلات عين، كتير هالاكسسوارات اللي وهالقماشة تبع الفستان ضخمتها من فوق ومن تحت، عاملة فيها مثل المدرعة، بدل ما تروحي على حفلة لازم ياخدوكي على الحفلة اللي بين روسيا واوكرانيا، هونيك مكانك الصحيح. من اسوأ المرات يلي بتلبس فيها انغام، ان شاء الله ما تعيدها لما نضل نتناولها مثل ما بنتناول تقريبا شذا حسون
بكل حلقة. ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. أحدث صورة تجمع راغب علامة مع ابنه خالد. خليني هلأ لفتش إذا في شي عظمة هون باقية من طنجة ورق العنب اللي طبخناه امبارح، لأنه ما عم بفهم شو الهدف من هيدي الصورة تمدوا لسانكم وتنشروها هيك للجمهور. مراهقة متأخرة. هلأ أنا بفهم إنه في بيات بحبوا يكونوا كول ومودرن، بحبوا يكونوا مثل رفقة مع أولادهم. أوكي حبيبي بدك تكون رفقة كون رفقة، بس ما في داعي تنهبل مع أولادك. ما بعرف بالستينات يا خي جاي شو الهدف من هيك شيء؟ يعني مؤخرا كتير راغب علامة عم بيخبص وعم بيسيء لمسيرته الفنية، إن كان مع ابنه الأولاني أو ابنه التاني عم نشوف الفظايع، ومن وراه كمان سفير العراق بالأردن عليكم السلام يعني صدق المثل اللي قال وكبرت يا عفيفة وصار جسمك جيفة وبعدك مفكرة حالك خفيفة. ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. بعتولي على موقع انستغرام هودي الصور والفيديوهات من مهرجان بمصر يدعى ايجي فاشن. هلا انا صراحة ماني حابب كتير علق على هيدي الاطلالات كونه هودي الاشخاص اللي موجودين بهيدا المهرجان من المشهورين ولا بعرفهم ولا بحياتي سامع فيهم، ولكن لفتتني بشكل كبير هودي التياب. انا برأيي تغيروا اسم المهرجان من ايجي فاشن للبالي فاشن ولا تحت الأدرج، من وين حاطين بهودي التياب؟ تياب مر عليها الزمن وبتحسوها مطمورة تحت الأرض من آلاف السنين، جايبين جمعية أثار منقبة وجايب التياب وطالعين فيهم عدا عن طريقة القصات التياب وقماشاتها، يعني شيء تشحار وتعتير. أشعر بالشفقة على هالشيء اللي شفته بهذا المهرجان، عم بتشوفوا على الصور مجموعة من الصور، اطلعوا عليهم وتضحكوا. ما رح أعلق عليهم لأنه خلينا نترك التعليق لتقيل للمهرجانات اللي جاي قريبا مثل مهرجان الجونة ومهرجان القاهرة السينمائي، هنيك بيكون في تقل ومشاهير بنعرفهم حق وحقيقة وبيستاهلوا انه نعلق عليهم وعلى اطلالات. ولي تحت الارض رايتك جرسينا. انتشر فيديو بشكل كبير عن احد الدكاترة على موقع تيك توك يلي عم ينصح الشباب نصيحة مهمة، خلينا نشوف شو قال ونعود. وقت انت يا اخوي بيلزق معك شو اسمه بين فخادك، فانت لازم تعرف يا اخوي انه هي مشكله كتير كبيره، وانا بعرف الحل يا اخوي. نعم اهلك حكوا لك هذا الشيء؟ اكيد لا، لانه انت بتخجل تسالهم انه شو اسمه عندي عم بلزق بين فخادي، شو بدي احل هذا الموضوع. انا عم بحكي علنا بين العالم كله بس مشان انت تستفاد. في كتير عالم على فكره، في كتير عالم هلا عم بشوف هذا الفيديو بياخذوني بطريقه غلط، بس ما بيعرفوا انه انت في عندك مشكله وانا عم بحل لك هي المشكله. بس فهمني، شو انت بدك تمشي بالشارع ويكون عندك ثقه بالنفس اذا عندك شو اسمه ملزق زائد لزج، صاير لزج مالك مرتاح. الحل يا اخوي انه انت تشتري بوكسر ياس اكبر. تلحس رح قلك شو يعني انت بالك بشو اسمه اذا ملزق وشو اسمه منو ملزق، وقاعد تعطي نصايح ويعني اسخف من هيك نصيحة ما فيني قلك، يعني ما فيني قلك غير انه ان شاء الله بلزق لسانك بين فخادك ومرتاح من هيدي التفاهة يلي عم تنشروها على مواقع التواصل بس من اجل نيل المشاهدات. وبشك انك دكتور من بعد هيدي النصيحة التافهة يلي عم تعملها، في انت وفي كم شخص من لبنان ومن مختلف الدول يلي اخدين هيدي المواضيع وبتنشروها بشكل مبتذل بس من اجل الشهرة ونيل المشاهدات. انتو بتعرفوا للأسف ثلاث ارباع العالم العربي او الشباب بالعالم العربي عقلهم موجود بهوني محل، فدغري تهويهم هيدي المواضيع، وأسرع طريق للشهرة والتلفزيون تشلح القميص والكلسون. ما رح أقول غير هيك، ما رح أضيع وقتي أكثر من هيك، بس إن شاء الله ما نعود نشوف هالشحار والتعتير على مواقع التواصل. ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. هيك بنكون وصلنا لنهاية هيدي الحلقة. مثل العادة ما في داعي أذكركم فيكم تتواصلوا معي على انستغرام لاقتراح المواضيع، يعني تقريبا انتو اليوم نقيتوا كل مواضيع الحلقة بدون استثناء. إذا كنتوا بتشوفوني لأول مرة وحابين تتابعوا المزيد من الحلقات بنصحكم تعملوا سبسكرايب، وأهم خطوة لحتى ما يفوتكم أي شيء جديد إنه ترنوا الجرس لأنه اللي جاي أقوى بكتير.